معناها كيما احنا في القرية بتاعنا اللي يقرأ بالكدا نقولوا يعطي الصحة والمجتمع تحسه يحترمك كيفاش إنسان يقرأ بالكدا. كيف كيف حتى في الكارير بروفيسيونيل لازمنا العبد اللي ينجح معناها وي سيليبريتد يعني نقدروه ونحترموه. داير لاحظتها معناها في برشا بنات يقول لك كيفاش واحد صغير في العمر ونجح اون سبوز سيت كيستيون لا هذاك اكيد فما حاجه اكيد فما شكون وراه اكيد فما كذا لا ما فماش شكون وراه سا اكزيست. وان شاء الله نشوفكم الكل تنجحوا وتنجحوا زاده في وانتم صغار لانه احنا كما يقولون الشباب رهان المستقبل كنا نسمعوا فيها قبل الشباب رهان المستقبل لا مش صحيح الشباب رهان الحاضر الطفوله رهان المستقبل. دونك توا بالزوتي اللي عندنا توا اللي نو بارون شدوا 20 و 30 سنه باش يعملوه احنا نجم نعملوه في 10 سنين وفي 5 سنين خاطر عندنا بلوس دوتي. تحكيت على الاتصالات قبل عندنا بلوس دوتي بور فير سا. دونك انتم بيدكم ديما حطوا روحكم على البيت الناجحه تبعوا الناجح انسبيري فو من ناجح. كي تقوم الصباح تلقى روحك ان بو ديبريمي معناها امشي شوف عبد ناجح في باللينكدين بالريزو سوسيو بكل شيء تبعوا الناجح لانه النجاح يعدي والفشل يعدي زاد. دوزيام بوان تروزيام بوان بالنسبه للمجتمع نتاعنا اللي ان شاء الله ماذا بيا كنهار نحاولوا نبدلوه انه اللي هذه شفتها في المجتمعات اللي نجحت معناها انه وي فاليو ذوز هو جيف يعني اللي فينا في المجتمع يعطي من وقته. فما شكون يسكن ساكر توت لور في معناها تلقى فنانين موجودين في تونس اللي معناها يدور لور في بور الي فير لي ريجيون ولا تلقى عبد يخدم في جمعيه ولا في جامعه ولا كذا يعطي حياته باش يعاون الفقير. هذوك لازم يكونوا هما ارقى ناس في المجتمع. يعني احنا كمجتمع سلويكي اللي يعطي من وقته ويعطي من روحه لازمنا بالعكس نقولوا للاخرين شبيك ما عملتش كيفه. الوغ اون با كوم سا اجوردي. الحاجة الأخرى اللي هي بارابول المجتمع تاعنا اللي كان نوصلوا نبدلوها وتولي ثقافة مجتمع بالحق باش تأثر فينا اللي هي مفهوم الشرف. شنو الشرف نتاع الإنسان في المجتمع؟ بالنسبة للمجتمعات اللي تطورت الشرف نتاع الإنسان هو في الشرف في الكاليتي نتاع الخدمة نتاعها. يعني أنا اليوم كي باش نعمل رابور نبدا مكتوب عليه اسمي أكا الرابور هذاك لازم والحريف هذاك ولا المشروع هذاك لازم نعطيه يعني أحسن برودوي نجم نعمله. هذايا ساستندوي بارتو. أنا اليوم تيرزي الشرف نتاعي فك البرودوي كي رجعته اللبسة اللي رجعتها للحريف تبدا مريقلة. ساعات الواحد يوصل حتى من الأول يعطي من عنده يخسر. أنا من الأول بديت نونتبريز تاعي فما دي بروجي خسرت فيهم أون انترن فلوس حطيت فيهم أكثر وقت وأكثر باش نوصل نعمل يعني ان ترافاي دو كاليتي. دونك كيف تيك برايد ان وات يو دو. نهار اللي تخرج انت رابور ولا تبعث ديفوار ولا تبعث ايميل حكينا على فوزي قبل على جاوبتك على يجوني دي زافيتاسيون بالالاف خاطر كتب ان ايميل اللي يعني معناها مريقل كيما نقولوا نظيف تخي بيان اكري ما فيهش حتى غلطه il reflète l'école il reflète la personne. دونك الشرف نتاع اي انسان لازم يكون اول حاجه في خدمته وفي هو شنو يقدم لانه خدمتك هي تحكي عليك. اخر حاجه حبيت نقول نحكي لكم عليها شوي الاسبي نتاع البريز دو ريسك وعلاقتها بالبلاد نتاعنا. انا كي كملت تخرجت وقتها في امريكا ودخلت نخدم في لونتربريز نخدم معناها سيتي لو غير معناها تخدم في لونتربريز كبيره وسالير طياره وامورك مريقله ومعناها تعرف براتيكمون سي لو غير. يا اخي وقتها نذكر قلت لكم قلت معناها لا ساتيسفاكسيون نيتي با لا. يا اخي هزيت نعرف شكون معناها في تونس هزيت قلت لهم راني مش نروح نعمل عام جيش. يبتي شبيك لاباس مخك سي با بوسيبل هكا هو قلت له باش نمشي نعمل عام جيش. بون بعد هيك قريت في الجيش ما عملتش عام جيش. مي كي روحت قريت في تونس بقيت نخدم نمشي ونجي على اوروبا وحاولت نعمل لونتربريز نتاعي في تونس وما نجحتش فيها معناها سورتو بارابور يعني لاداره المشاريع. اي جو لو دي معناها ما عنديش حتى مشكل. بعد جي ديسيدي وقتها قلت خلينا نشوف طريقه اخرى باش نطلع لامريكا. دونك باش نطلع لامريكا جي يعني
طلعت بسكون أبين إقامة أينشتاين. مش نحكي لكم عليه شوية دي، مش بسركم عليهش دور تونس في الحكاية هذه. الإقامة هذه جت من الأسباب تاعها، هي ميتود طلعتها اسمها Advanced Road Packaging، أخدمت عليها وقت كنت نعمل إتيديون في الرشيرش. وبعطيك الميتود هذه كنت على إيدي أبليكي في الاندستري، أعطت دي ريزلت أكبر. دونك الإقامة هذه تتعطى للعباد اللي في الدومين بتاعهم كانوا إنوفاتور، معناها طلعوا حاجة اللي بدلت الدومين. كي طلعت وعملت الشركة في أمريكا نجحت فيها. بعد بالوقت قعدت نسأل، قعدت يعني نقول لروحي، نقول يعني ديما نخزن يعني النجاح نتاعي مرتبط بالبلاد الأخرى اللي مشيت لها. يا أخي كلكان هو كي بلو يعني وايز، وايزر ذان مي، قال لي بلوس لاج، قال لي باهي أنت أولا ساعة باش نجم تنجح في الانتربريز، خاطر هذيك ماهيش أول انتربريز جربتها بديتها، أنت عملت ديجا دي زونتربريز قبل وفشلت فيهم، إي كومبري عملتها في تونس. دونك هاك تستيت أنت تو في تونس، مع جربت في تونس وباش كي طلعت غاديك عندك لي لوسون أبريز الكل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لاحظوا أنتم اللي ألوك كنت نخدم معناها من الأول، يعني عندك فيزا ترافاي تاع الانتربريز وعندك كل شيء، وحدي قلت لي أنا نحب نرجع لبلادي بور فار سا. كان ما رجعتش لبلادي وسيبتك الفيزا ترافاي، ما كنتش نجم نعرف بالوجود نتاع هذيا الإقامة اللي هي متعلقة بالإنوفاسيون، وما كنتش نجم من أصل وقتها جو ديفلوب أونكور بلوس، خاطر أنا وقت اللي روحت عام كامل في تونس قعدت نديفلوبي فيها الميثود هذيك. دونك أونكور فوا، يعني شنو هي اللوسون من هذايا الكل؟ أول حاجة إنه الأسباب تاع السيكوريتي، إتس فولس سنس أوف سيكوريتي، إيش معناها؟ معناها راهو الامان يعني في التفكير سورتو في العالم تو في الايكونومي مونديال تو راهو مش مرتبط باللي كونديسيون اللي عندك. راهو الامان الوحيد تاع كل شخص فيكم هو انت مخك شنو نجم يعمل وليك شنو نجم تعمل سيتو. اكو هذه الحاجه الاولى.